يقال انه احمد رمزي في الوقوف في الافلام لازم الممثل يبص في عينيه والا ما يحبش يشتغل لوحده. صحيح. اتذكر في فيلم من افلامك، ويمكن انا كنت لسه صغيره قوي قوي يعني، فيلم كان مع مدام لبنى عبد العزيز، وانا كنت عامله واحده من الثلاث بنات اسمه هي والرجال. كان الاستاذ حسن الامام يصر يجيب الممثل اللي قصادك يقف عشان انت لازم تشوف عينيه. ايوه. ده نوع من الصدق يعني. باخد. وانت كمان حته الصدق العين بتكشف عن الشخصيه. انا لو بداخلها. لو قدامي ممثل وحش همثل وحش. لو قدامك ممثل وحش تمثل وحش. يعني ممكن ياثر عليك ده انه ياخدك. ياخدك. ينزلني معاه. طبعا. اكيد. او يطلعني معاه. يعني المليجي الله يرحمه. كان عظمه. عظمه عينيه في عينيا و تقريبا شاحن بطارق بطاريات. هو كان مشع. ما في شك. محمود. انا اعرف انك اشتغلت مع اسماعيل ياسين. جيت فيه كتير. ابن حميدو. ابن حميدو. يعني في ناس كتير صدقت انك انت مثلا ليك صله بيه كبيره، انك انه صاحبك، انه هل ده كان مظبوط ولا لا؟ صاحبي لا، بس كنت احبه قوي. وكنا كل ما نشتغل مع بعض نبقى منتجمين يعني. كنت اتعامل في سخنه. كان عين السخنه كان فيها نخلتين. والعين وبس. وهو مفيش. طب هل حضرتك تفتكر الفيلم ده اتكلف كام؟ كان ايه اهم؟ اتكلف 18000 جنيه. 18000 بحاله. بحاله. بحاله وجاب حوالي 300000. رقم كبير طبعا. يعني الفرق. طبعا. طب خدت فيه كام يا استاذ سعد؟ ده خدت فيه 400. 400. ده كنت في مرحله 400ات مع كل الناس. طب كل الكبار بياخدوا ال 400. انا اول واحد خدت 800. كان في فيلم اسمه غريبة. غريبة للفنانة نجاة صغيرة. دي ديوي. كان أول فيلم لها. وجابني رمسيس نجيب. أنا كنت شفت الفيلم الأمريكاني. وشفت دور الواد افتكرته إنه بيقلدني من كتر ما هو. وحتى وبعدين جابني رمسيس. قال لي عايزين نعمل فيلم. قلت له عايز 800 جنيه. اتنطر من ورا ال اتخض بقى. انت عجبت الضعف. اتنطر من ورا المكتب. ايه السبب انك كنت بتخض؟ اتجننت. 800 جنيه ما كله 400. طبعا. قلت له والله انا عايز 800 جنيه. عجب عجب ما عجب. بس الفيلم ومشي. جاب 15 ضعف ثمن. ايوه ايوه. بس جاله بدرخان. احمد بدرخان. ايوه. وقال فحكى له. قال له شوف لازم هو تدفع له من اجري لازم هو. فجابوني ثاني واخدت 100 جنيه. الفيلم اللي بعديه بقى اخدت 1000 كمان. حضرتك داخل صاروخ بقى الكسر اللي هو الاخ كبير مع فريد شوقي. طب ايه حكايتك بقى مع الاستاذ رمسيس نجيب؟ معظم اعمالك معاه. ما كنتش احبه. ما كنتش هو لا ما الغريب هو بيحبك وبيطلبك على لا لا هو بيطلبني عشان بيكسب. ما كان كده الحلاوه بتاع زمان. كان كده. مفيش محسوبيات. مفيش محسوبيات. انت بتكسبني قرش هجيبك. لما تكون العدو اللدود. ده نوع من الذكاء برضه كمان. ده حتى مره سالني قال لي انت ما بتحبنيش ليه؟ قلت له والله ما اعرف. قلت له ما اعرف. يعني مش قلت له لا بحبك. طب ما قررتش في اللحظه دي انك بس حتى تجامل شويه؟ ما جاملتش. ما جاملتش. قلت له بكره. ما لا ما قلتلوش بكره. قلت له ما اعرفش ليه. يعني هو بيقول لي انت بتكره. يعني هو نفس المعنى يعني. ما بعدتش كتير برضه. بس كان منتج عظيم. منتج عظيم. طب لغايه دلوقتي ما انتش عارف ليه كنت بتكرهه ساعتها؟ انا عارف. ايه بقى؟ انا كان قبل ما اشتغل في السينما. كنت مع الاستاذ حلمي حليم. ايوه. وكنا في الاكسلسير. كان في حته تحت السينما مترو عند سينما. اسمها اكسلسور. قهوه كده. شارع. شارع الله على الناصر. وكان موجود رمسيس وقعد يشتم في عمر لحلمي حليم. عمر الشريف. انا زعلت منه جدا من يوميها. قد كده انت تحب اصحابك وتبقى في حاجه تخليك تخسر حاجه. مع عمر كان يشتغل في السينما. انا ما كنتش لسه اشتغل في السينما. فقلت ايه ده؟
يعني بيشتم في عمر ليه ده؟ اه صاحبك. اه ازاي؟ احنا نحبك اكتر بقى، ايه الحكايه؟ بتحب صاحبك لدرجه انك ممكن يعني تعادي واحد في شغلك وفي اكل عيشك؟ ما انا ما كنتش لسه اشتغلت، ما كنت ما بقول لك يعني استمر الاتيتيود او الاحساس ده. بس زي ما انت بتقولي اكتر واحد شغلني رمسيس. كانش اذا فير جدا برضه. طبعا يعني عظيم، كان احسن منتجين شافته مصر يعني. ده كان مشهور. ده كان انتاج رمسيس نجيب دي كانت بتجيب ناس. طبعا طبعا في جمهور يخشوا، امال مفيش كلام. زي الستار يعني. طبعا لا، عمود من اعمده السينما المصريه طبعا استاذ رمسيس نجيب. بس انا برضو وحي هذا الجيل. تعرف انه كان بيمسح البلاط في استوديو كده؟ لا معرفش. انا اللي بقول لك ما شاء الله ابتدى يمسح البلاط في استوديو نحاس. سوري نحاس. ايوه تطور ونجح لانه تتم. ايوه في السوق. ايوه كان كده. انت شيء رائع جدا، شيء يعني الحقيقه خارق يعني. طبعا طبعا. يعني انا بحيي كمان حاجه غريبه قوي، يعني شوف حضرتك قلت ايه؟ قلت مش عارف كنت ما بحبوش عشان اتكلم على عمر الشريف، فضلت الحكايه جوايا ما بقتش حابه. وفي نفس الوقت انت كمان برغم ما تحبوش بتقول لي منتج عظيم. والله اعظم المنتجين. ايه الحلاوه بتاعت هذا العصر؟ احنا كنا بنصور فيلم اسمه حب ودموع. حب ودموع انتاج فات. ده كان تاني او تالت فيلم بعمله. كنا بنصور في بورسعيد. كان شغل النهارده التصوير بتاع النهارده ينزل القاهره يتحمض وينطبع وتاني يوم نتفرج عليه في السينما في بورسعيد. ياه ايوه دي عبقريه. ده صعب أيوة. جدا الحكايه دي. دي صعبه جدا. يوماتي نخش انا ووحيد فريد ورمسيس كلنا نقعد وكمال الشيخ ونتفرج على شغل امبارح في السينما في بورسعيد. مع ان دي كانت فيها صعوبه، دلوقتي الامور سهله جدا. اياميها كان صعب جدا، بس عشان نشوف لو في اي حاجه غلط في اي حاجه. كان في اهتمام يعني. كان في شغل.